الراجل والست ايد واحده مفيش واحد فيهم دوره اهم من التاني كل واحد ليه دور وليه رساله واحنا في برنامجنا ضد الرجاله عفوا اشباه الرجال بنعرض معاناه الستات مع اشباه الرجال تابعوني على المنصات اللي هتظهر قدامكم على الشاشه دلوقتي الجزء الاول في حلقتنا النهارده هنتكلم عن الرجل الخاين اتسالت سؤال واللي هو هل الراجل خاين بطبعه الإجابة هنا لا الراجل مش خاين بطبعه لأن الخيانة مش طبع الخيانة سقطة الخيانة ذنب الخيانة حاجة غلط زي ما السرقة مش طبع والقتل مش طبع فبالتالي الخيانة مش طبع طيب لما هي دينا مش طبع امال بتنبع منين جاي منين من فكرة الخيانة اللي دايما بتبقى مقصرة على فكر الراجل جاية من اللاوعي الشهواني جدا عند الراجل اللاوعي لما بيسيطر عليه وعلى تفكيره وان كل الجنس على فكرة مش راجل بس الست كمان لما بيأثر فكرة ان انا الشهوة بيسيبها ان هي تتحكم في حياته وتتحكم في عقله وتتحكم في تفكيره فبالتالي الراجل هنا يقولك انا ليه ما كنتش كل يوم مع واحدة والست ممكن تقول لك انا ليه كل يوم ما اكونش مع واحد داي يفطرني ويغذيني ويخرجني ويهتم بيا واسمع منه كلام حلو مفيش حد فينا ك ك ك كبني ادمين ما بيتمناش ان كل يوم يكون مع واحد بس دي طبعا عمرها ما بتبقى علاقه اساسيه او فكره حياه ده بيبقى نابع من الشهوه اللي في العقل الباطن بتاعتنا طيب ايه المتحكم هنا في الخيانه بالنسبه للراجل او بالنسبه للست المتحكم هنا في الخيانه اول حاجه الدين بتاعنا ان انت تكون بتخاف ربنا في تصرفاتك وفي فعلك آه والست تكون بتخاف ربنا في, في الراجل اللي معاها والراجل يكون بيخاف ربنا في الست اللي معاه وان دي حرام وان دي سقطه وان دي ذنب كبير عند ربنا فده اللي بيمنع الخيانه تاني سبب بيمنع الخيانه هو الخوف على مصلحته ان انت تكون خايف تخسر شغلك ان انت تكون خايف مثلا يجيلك الايدز او امراض تانية بتيجي عن طريق الخيانة والاتصال الجنسي ان انت تكون خايف ان الطرف التاني اللي في العلاقة الاساسية معاك يعرف فبالتالي تخسره ان انت تكون خايف مثلا ان الخيانة دي تأثر على اسمك او سمعتك او كذا كل الحاجات دي لما الشخص الطبيعي او البني ادم الطبيعي بيفكر فيها بتمنع له فكره الخيانه من هنا هو بيجي ان هو انسان سوي ما بيسمحش اللاع ان اللاوعي الشهواني عنده ان هو يتحكم في تفكيره الاساسي الافضل طبعا من وجهه نظري ان الخيانه دي تتمنع آه... ابتغاء مرضات الله وعشان نرتقي بانفسنا لان نفسنا بتتاثر قوي بالتدني في الاخلاق والتدني في التصرفات والتدني في سواء خيانه سواء قتل سواء غدر سواء وجع كل دي حاجات بتخلي نفسنا او روحنا بتتاثر بيها فالافضل بكتير قوي ان احنا نخاف ربنا وتاني حاجه ان احنا نرقى بانفسنا هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل في الجزء التاني رجعنا معاكم في الجزء التاني من حلقتنا وكان سؤال لبنوته بتقولي أنا مكسوره قوي وموجوعه هو اهني ومش قادره اتخلص من فكره الوجع وجوايا طاقه انتقام كبيره قوي مش عارفه اتخلص منها ، اول حاجه اكبر انتقام ممكن تعمله في شخص باعك او خانك او وجعك او سابك هو انك تسيبه لربنا وتقعد وتحط رجل علي رجل ان ربنا يجيب لك حقك تاني حاجة تسيبيه يدور عليك في كل حد بيعرفه اول حاجة اول ما يعرف اي حد لو انت فعلا كنت بتحبي بقلبك وبصدق وبمشاعرك هيقارن حبك بحبها هيقارن الاخلاص اللي انت كنت بتديهوله في العلاقة وان هي ست متعددة العلاقات وبتعرف رجاله كتير او بتعرف اصدقاء كتير وبتقول له هي حياتي كده ودول اصحابي وما اقدرش استغنى عنهم هيقارن اخلاقك هيقارن طريقه حبك نفسها بطريقه حبها وكمان هيقارن جمالك بجمالها حتى لو هي اكتر منك في الجمال هتبقى هنا في فكره المقارنه اللي هتفضل توجعه وتخليه يحس احساس الضياع وده هيحسسه بقيمتك وهيفضل يدور فيكي في كل واحدة بيعرفها تالت حاجة التجاهل التجاهل ده اكبر انتقام ايه ممكن يحسه بالراجل لما يلاقيكي بتعيشي حياتك وبتنجحي وبيشوفك مع واحد تاني عشان هو عارف انت بتحب ازاي وعارف طريقتك وعارف اسلوبك وعارف قد ايه الشخص اللي معاكي ده سعيد جدا فبيبقى جواه نار بيبقى جواه فكرة بتموته ان قد ايه هو شايف شخص تاني خد مكانه وهو سعيد وهو ضيع حاجة كبيرة قوي من ايده اوعى تفكري في فكرة الانتقام او فكرة الاذية لان الاذية دي حط هتوصل له هو اولا فكرة ان أنتي بتحبيه حب قوي جدا فبالتالي مش عارفة تنسيه فبالتالي هو شغل تفكيرك وعايزة تنتقمي منه او عايزة تأذيه لان الانتقام وده اللي كلنا ما نعرفوش هو اصل حب طول ما أنتي بتفكري في الانتقام فانت بتحبي لسه فهيوصل له الفكرة دي انما لو اتجاهلتيها هيحس ان أنتي ان هو بالنسبه لك ولا اي حاجه وخلاص مش فارق معاكي وان هو قوت من حياتك وبدات تعيشي حياتك من غيره اخر حاجه هقولها لك ربنا بياخد حقك وبيعوضك وبيمنع عنه هو فكرة التوفيق في حياته وبيخليه دايما بيضيع منه فكرة الاكتفاء يعني ايه الاكتفاء يعني مهما بيشوف ومهما بيقابل ومهما بيحس ما بيحسش بالاكتفاء لانه ضيع حاجة كبيرة قوي من ايده وهو حبك اي واحد بيخسر واحدة بتحبه بجد من قلبها وكانت بتصونه وبتحافظ عليه وعامله اللي عليها قدام ربنا اكيد هو الخسران انت ما خسرتيش حاجة هو الخسران مش انت الخسرانة ودايما لازم تحطي في دماغك فكرة انت انا كسبانة وهو خسران اوعي تندمي على واحد سابك لاي سبب وانت ما كانش ليكي ذنب في الموضوع او ما كانش ليكي سبب فيه بالعكس انت اديتي وضحيتي وحبيتي وكنت بالنسباله له الاخلاص والامان ومحافظة على رجلته ومحافظة على نفسك عشانه ومخلصاله في الحب ده في الاخر عايزة اوصل رسالة لكل بنت لما تحبي حد وتتمسكي بيه ويضيع منك طبيعي كلنا بنتوجع لان احنا مشاعرنا دايما بتبقى غالبه علينا اكتر من الرجاله بس يا ريت ده ما ياثرش فيكي نفسيا في انه يوصلك فكره انك مش محبوبه او انت اللي فيكي حاجه غلط او انت اللي لازم تراجعي نفسك وتراجع حياتك لا بالعكس آه لازم تبقي عارفه ان مشاعرك دي آه عمله نادره جدا وحاجه قيمه جدا اللي يحترمها ويصونها ويقدرها شيليه فوق دماغك وقدريه واللي ما يقدرها سيبيه ويمشي وحاولي تتخطي وجعك بقربك من ربنا اولا ثم ثقتك في نفسك ثانيا ثم نجاحك ثالثا وخليكي دايما عندك ارادة وعندك يقين انك اكيد هتقابلي الشخص اللي يقدر حبك ويقدر يحبك ويهتم بيكي ويحبك بالطريقة اللي انت تستهليها مش بالطريقة اللي هو شايفها وان زي ما قلنا هو مش اخر راجل في العالم لا في رجاله كتير قوي لسه نصيبك اكيد ما وربنا شايلك العوض العوض اللي ربنا بيبعتهولك عشان يكبر بخاطرك ويطبطب عليك استنوني في الحلقة الجاية من ضد الرجالة وما تنسوش اللايك والشير وهستنى رأيكم لان زي ما اتفقنا رأيكم بيكمل رأينا، وما تنسوش تتابعوني على المنصات اللي هتظهر عندكم على الشاشه دلوقتي.